تصريح اليومي لوزارة الصحة المتعلق بآخر المستجدات الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا. فبين الساعة 6 من مساء أمس والسادسة من مسائه سجلت على الصعيد الوطني 1132 حالة جديدة مؤكدة لكوفيد 19، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى حدود هذا الوقت إلى 35195، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 97 لكل 100,000 نسمة. وقد ارتفع معدل الإصابة اليومي ما بين أمس واليوم ليصبح اليوم 3 لكل 100,000 نسمة. وتفصيلا، فإن التوزيع الجغرافي لل 1132 حالة التي سجلت في 24 ساعة الأخيرة حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة فهو كما يلي: في المرتبة الأولى الجهة التي سجلت أكبر عدد من الحالات هي جهة الدار البيضاء سطات 391 حالة، 312 حالة بمدينة الدار البيضاء، 22 حالة بمديونة، 20 بالمحمدية، 17 بالجديدة، 9 ببن سليمان، 7 بسطات، وأربع حالات بالنواصر. جهة مراكش أسفي 195 حالة، من بينها 147 حالة بمراكش، 27 حالة بالحوز، 12 حالة بقلعة الصراغنة، 7 حالات بالشيشاوة، حالة بأسفي وحالة بالصويرة. جهة فاس مكناس 163 حالة، من بينها 70 حالة بمدينة فاس، 30 بمدينة تازة، 28 بمكناس، 17 ببولمان، 9 بالحاجب، 5 بصفرو، و5 بصفرو. مجموع الحاجب 9 و4 يعني 13 حالة بالحاجب. جهة طنجة تطوان الحسيمة 140 حالة، 79 حالة بطنجة، 41 حالة بتطوان، العرائش 10 حالات، الحسيمة 9 حالات، وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق. جهة الرباط سلا القنيطرة 63 حالة، 23 حالة بمدينة تمارا، 13 حالة بمدينة سلا، 10 حالات بالقنيطرة، 9 حالات بالرباط، 5 حالات بسيدي سليمان، حالتان بسيدي قاسم، وحالة واحدة بالخميسات. جهة درعا تافيلالت 52 حالة، من بينها 28 حالة بورزازات، 8 الحالات بالراشيدية، 7 بزاقورة، 6 بميدلت، و3 حالات بتنغير. جهة بني ملال خنيفرة 50 حالة، من بينها 30 حالة ببني ملال، 15 حالة بأزيلال، و5 حالات بخريبكا. جهة سوس مسا 45 حالة، من بينها 27 حالة بأكادير الدوتنان، 6 حالات بإنزكان أيت ملول، 5 حالات بشتوكا أيت باها، 4 حالات بتزنيت، 3 الحالات بتارودانت. جهة الشرق 19 حالة، 6 حالات بالدريوش، 5 حالات بوجدة أنقاد، 3 الحالات ببركان، 2 الحالات بكل من جرادة
والناظور وحالة واحدة بتوريرت. سجلت كذلك بجهة الدخلة والذهاب 10 حالات بجهة بإقليم الدخلة، وبجهة قلميم ودنون سجلت 3 حالات بكل من قلميم حالتان وطنطان حالة واحدة، وجهة العيون الساقية الحمراء حالة واحدة بالعيون. إذن كل جهات المملكة سجلت فيها الحالات في هذه 24 ساعة الأخيرة للأسف الشديد، وكان أقل حالة هو في جهة قلميم وجهة العيون الساقية الحمراء. هذا هو تقسيم الجغرافي المفصل للحالات في هذه 24 ساعة الأخيرة. فيما يتعلق بالحالات المستبعدة، بلغت إعدادها في 24 ساعة الأخيرة 20869 حالة مستثنات من المرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 1,458,901. للأسف الشديد ما زالت وتيرة الوفيات مرتفعة، وسجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 17 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي حالة الوفيات في بلادنا 533 للأسف الشديد، رحم الله الجميع. حالات الوفيات 17 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت بكل من مراكش 6 حالات وفيات، الدار البيضاء 4 حالات وفيات، 4 حالات وفيات سجلت بجهة درعا تافيلالت، حالتي وفاة بفاس، وحالة وفاة واحدة بطنجة. ولله الحمد والشكر سجلت في 24 ساعة الأخيرة 861 حالة تعافي تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 25385 حالة تعافي تام، أي بمعدل 72.1%. ومنه فإن الحالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة، وكذلك بعض الحالات النشطة التي بدأت تتلقى العلاج في منازلها وهي حالات لا تعاني من أي أعراض، أو وكذلك لا تعاني من أي عامل من عوامل الاختطار ولها الظروف اللازمة في منازلها، فإجمالي هذه الحالات النشطة على الصعيد الوطني هو 9277، أي بمعدل 25.5 لكل 100,000 نسمة. وتبقى دائما هذه الحالات النشطة موجودة بالجهات الأربع الأكثر نشطية من حيث الوباء، وهي جهة الدار البيضاء 16، جهة مراكش أسفي، فاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة. طبعا أكبر عدد من الحالات يوجد بجهة الدار البيضاء 16 ب 2879 حالة نشطة، وأقل عدد يوجد بقلميم واد نون 14 حالة نشطة. ونختم بالحالات الخطيرة أو الحرجة والتي ما فتئت ترتفع، وبلغ عددها اليوم للأسف الشديد 132 حالة خطيرة أو حرجة، من بينها 57 حالة تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه الاختراقي وغير الاختراقي. هذه الحالات الخطرة أو الحرجة تنقسم بين جهات الدار البيضاء 638 حالة، من بينها 36 تحت التنفس الاصطناعي، تليها جهة مراكش أسفي 34 حالة من بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي، ثم طنجة تطوان الحسيمة 31 حالة من بينها 5 تحت التنفس الاصطناعي. بعد ذلك هناك كل من جهة الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس التي تلتقيان في نفس العدد 13 حالة، وكذلك نفس العدد الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي وهو 7، وتوجد حالة خطيرة بكل من جهة سوس مسا درعة فيلالت وجهة الشرق.
إذن الإجمال الحالات هو 132 حالة خطرة من بينها 57 حرجة تحت التنفس الاصطناعي. تقيد بأن هذا الرقم يتحدث عن نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.